شهرزاد السهراني تلميذة بسنة ثانية بكالوريا شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية ألف، كنتمي المدرسة التأهيلية ثانوية تأهيلية الوحدة بإقليم تونات. المشكل ديالنا أنه تم الظلم ديالنا جورا في التصحيح ديال المواد اللي هي مصيرية وحاسمة ذات معاملة مرتفعة جدا بحال الرياضيات. أنا عندي مشكل في الرياضيات أننا كنتفاجئوا بنقط لا تمت المستوى ديالنا ولا داكشي اللي كتبناه في الورقه باي صله. حنا متاكدين من لا غيداكسيون لا ميثود باش خرجنا، متاكدين من لي ريزولطا والنتائج اللي تعطاو من طرف الوزاره، ما يمكنش اننا نجيبو ديك النقاط. تم الظلم ديالنا في التصحيح. لحد الان مازال ما ردتش علينا الاكاديميه، عاد غادي يدخلوا اولياء الامور ديالنا باش يهضروا مع الناس ديال الاكاديميه وعاد غادي نشوفوا الرد ديالهم. كنطالبوا اولا باش انه يتم الانصاف ديالنا والتعجيل بالانصاف ديالنا قبل ما يفوتوا علينا المدارس. بغينا يتم رد الاعتبار ديالنا، يتم تصحيح الاوراق ديالنا بكل مصداقيه ويتم الانصاف ديالنا. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني، بغينا نكونوا حنا اخر وحدين غادي يعانيوا من المشكل ديال التصحيح في الاوراق ديال الامتحانات اللي هي مصيريه. حنايا نفس التلاميذ عانينا من هذا الشيء العام اللي داز، وقع لنا مشكل في تصحيح ماده اللغه العربيه جوج اقسام في الامتحان الجهوي، والحمد لله الأكاديمية الجهوية تفاس مكناس استجبت لنا وصحت لنا الورق ديالنا، إلا أنه هذا العام المسطرة أصعب. ما بغيناش الناس يعاودوا يظلموا وما بغيناش نقاطنا تعاود تهدر مجهوداتنا ومستقبلنا. السلام عليكم، معكم تلميذة شهزاد السهراني طالبة بالسنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية ألف. أنا تلميذة تعرضت للظلم في تصحيح مادة الرياضيات بالامتحان الوطني. أنا تلميذة والحمد لله متفوقة مجتهدة، دائما ما أحصل على الرتبة الأولى طيلة مسار الدراسي ديالي. ماشي أول مرة ولا آخر مرة إن شاء الله غادي نحصل على الرتبة الأولى، إلا أنني تعرضت لصدمة كبيرة يوم الإعلان على النتائج، وخصوصا فقط في مادة الرياضيات. أنا متيقنة متأكدة تمام التأكد من الإجابات ديالي في مادة الرياضيات. أنا طليت على التصحيح اللي لحته الوزارة، كما أنني ناقشت الأجوبة ديالي مع أستاذة ديالنا الرياضيات، إلا أنني أنا مأكدة بلي غادي نجيب ما بين 19 و20 في مادة الرياضيات، إلا أنني كنتفاجئ أنا وعدد من الزملاء ديالي بتصحيح ظالم بمهزلة في نقطة الرياضيات. لقيت راسي حصلت على معدل 14، ولكن بالرغم من هذا المعدل انا متفوقه والنقط اللي كتشهد بديك الشيء. حنا ما كنجيوش وكنهضروا، بالرغم من هذه النقطه كنلقى راسي جايبه 18.04 والحمد لله في المعدل العام للسنه الثانيه بكالوريا. انا كنقول لكم هذه الهضره الا تصحت لي ان شاء الله النقطه ديال الرياضيات غادي نرجع كننافس على المجال الوطني ماشي فقط الاقليمي. انا كنناشد من هذا المنبر انه يتم اعاده تصحيح الاوراق ديالنا. كنناشد جلاله الملك كاول شخص معني باصلاح قطاع التعليم، انه الشخص الذي يحرص على الاحتضان بالعقول النيره والعقول النجيبه في الوطن المغربي ديالنا الحبيب ان شاء الله. هو صاحب المشروع التنموي ديال التعليم. كنناشد وزير التعليم، كنناشد مدير اكاديميه فاس مكناس ونائب اقليم تونات، واي شخص اي شخص يقدر يتعاطف معايا ولا معنا كاملين حنايا اللي تعرضنا للظلم والاهدار المجهودات ديالنا. حنا كنحترموا كاع المصححين، انا الاب ديالي استاذ، وبالعكس حنايا كاملين بغينا نرتقيو بالتعليم في المغرب، الا انه وجب اعاده النظر في تصحيح الاوراق ديالنا قبل فوات الاوان. انا تلميذه مجتهده وغيتم التضييع ديالي بسبب نقطه الرياضيات. المدارس اللي باغياهم ما غاديش نقدر ندخلهم بسبب هذه النقطه اللي تظلمت فيها. كنتحمل المسؤوليه ديالي، كنتحمل المسؤوليه تاع الورقه ديالي والخدمه اللي كاينه فيها. عافاكم الى ما نشروا هذا الشيء، عافاكم الى ما حسوا بيا وحطوا راسكم في بلاصتي. ما بغيت حتى واحد اخر يعاود يتظلم. ان شاء الله نكونوا حنايا اخر وحدين غيظلموا ويترجع لنا حقنا. كنطالب باعاده تصحيح ماده الرياضيات بالنسبه ليا والتعجيل في التصحيح باش ما نضيعش في المدارس العليا وما يضيعش المغرب في وليداته اللي باغي يبنيوه اللي كيبغيوه. وانا العام اللي داز اصلا عاوتاني وقع لينا كامل جوج اقسام بعلوم رياضيه، وقع لينا مشكل في ماده اللغه العربيه. حنايا تلاميذ متفوقين بسبب اهمال ولا مسؤوليه وتغييب الضمير المهني ديال الاستاذ اللي مصحح اللغه الماده العربيه. انا كان عندي 12 في اللغه العربيه، ومي تم اعاده التصحيح من طرف لجنه مختصه في الاكاديميه لقيت راسي جبت 19، وهكا كيطلع لي المعدل ديال العام اللي داز من 17 ل 18.5. عافاكم عافاكم ما تضيعوناش، ديرونا بحال ولادكم. الله يرحم ليكم الوالدين. الى ما نشروا هذا الشيء، الى ما عاونونا باش ما قديتو، راه حنا ما بغينا حتى واحد اخر يعاود يجي يتظلم في المغرب ويضيعوا المجهودات ديالو. شكرا.